انت هلا رجال البيت ولازم هيك تكون قدام الناس. اصحك يا ابني تبكي، لازم بتكون قوي. انا هون علي يفوت على السجن واقعد فيه، وعمي ابو طالب ما ينحبس بسببي. حاسس انك عم تكسب يا ابو طالب. على راحتك. أنا يوم واحد ما بقدر أفرقه لعمي حمزة. يا عمي انظرونا يا حقير يا كلب. أرموه.